بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات، كنتمنى الكل يكون بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. بزاف ديال البنات وصوني بانني نعطيكم مقشرات او لا ليغوماج للبشرة الوجه او الجسم. اليوم ان شاء الله قررت انني غادي نعطيكم 5 ديال المقشرات. بالنسبة للمقشرات اللي غادي نعطيكم ان شاء الله، نعطيكم 4 ديال المقشرات الطبيعية والمكونات متواجدة في كل بيت، وكاينه مقشر آخر اللي هو يعني كيتباع بالنسبة للبنات المعكزات اللي ما فيهم ما يخدم. إن شاء الله بالنسبة للمقشرات فهي طبيعية كما قلت ومتواجدة في كل بيت، يعني سهلة جدا. نبقاو مع المقشر الأول. ما تنساش تاخدي واحد ورقة وستيلو باش تكتبيهم يبقاو عندك، وفي ما تبغي ديري مقشر للبشرة ديالك شوفي المقشر اللي المكونات ديالو متواجدة عندك، يعني بلا ما يعني تمحني ولا تقلبي على شي مكون وهو ما كاينش عندك في الدار وتمشي تشريه باش ما تعكزيش. اول مقشر غادي نبداو به ان شاء الله هو زيت الزيتون مع سنيدة او لا سكر سنيدة. كنعرفوا الفوائد ديال زيت الزيتون على البشرة، والسنيدة او لا سكر السنيدة كنفضل ان سكر السنيدة اللي يكون الحبيبات ديالو رقيقة بزاف، وكنحكوهم على البشرة باش من اديوش البشرة، من نحكوش بزاف، يعني ندير واحد القماش خفيف خفيف ظريف، يعني ما غاديش نبقاو يعني ندير واحد القماش اللي هو صعيب في الاخير غنلقاو ان البشره ديالنا ولات حمراء او لا جرحناها. هذا بالنسبه لما يخص المقشر الاول. المقشر الثاني اللي هو القهوه. القهوه اللي كنقول القهوه مطحونه ماشي سريعه الذوبان، القهوه مطحونه، وكنزيدو معاها زيت الكوكو. الا ما كانش عندك زيت الكوكو ممكن انك ديري زيت الزيتون. بالنسبه للقهوه كما قلت ما نديروش القهوه سريعه الذوبان. القماش هو اصلا يعني كمفهوم للقماش او للمقشر فهو يعني ضروري خاص تكون فيه شي حاجه اللي فيها الحبيبات اللي تقدر انها تحيد لنا هذوك الخلايا الميته اللي كيكونوا عندنا في البشره ديالنا، في بشره الوجه او بشره الجسم. بالنسبه لهذا لي غوماج اللي غادي نعطيكم ان شاء الله فكيصلحوا لجميع انواع البشره، وبالنسبه كيصلحوا حتى الجسم، يعني لبشره الوجه والجسم كذلك. بالنسبه للغوماج رقم 3 فهو الملح الخشن، الملح اللي كنطيبو به وكنزيدو عليها زيت. بالنسبه للزيت فممكن انك تختاري الزيت اللي متواجد عندك في البيت، يعني انا كنعطيكم الحاجه يعني السهله اللي ما غاديش تبقاي تقلبي على شي حاجه اللي هي ما عندكش في البيت. ممكن انك ديري زيت الكوكو، ممكن انك ديري زيت اللوز الحلو، ممكن انك ديري زيت الزيتون، يعني اللي متواجد عندك، يعني ماشي بالضروره واحد زيت محدد. الزيت شنو الدور ديالو؟ هو انه كيلين هذيك الماده اللي درنا ديك اللي فيها الحبيبات كيلينها واحد شويه باش ما تكونش يعني دير لنا واحد الجروح او الاحمرار على البشره ديالنا. بالنسبه للقماش او للمقشر رقم 4 فهو مسحوق اللوز. مسحوق اللوز هذا غتلقاوه عند العطاره اللي عندهم العصاره او المعصره، هذوك فاش كيطحنوا اللوز فكتطيح واحد القشره ديال اللوز كطيح، يعني كتجمع بوحدها كطيح بوحدها، هي كطيح بوحدها والزيت كيطيح بوحده. هذيك القشره راه كيبيعوها، كنظن انهم كيبيعوها، انا كان غيعطيها ليا صراحه ما باعهاش ليا، ولكن كنظن انها راه كيبيعوها الناس، يعني ما كيعطيوهاش وما كيلوحوهاش، راه كتباع. كتاخديها كتفرتيها واحد شويه بيديه حيت كتكون مازال مجموعه، وكتزيدي عليها اي زيت عندك كما قلت، زيت زيتون او لا زيت الكوكو او لا زيت اللوز الحلو
اولا الماء ورد، الا ما عندكش كاع الزيوت كتزيدي عليها شويه الماء ورد، كتليينيها واحد شويه باليد ديالك، ومن بعد كتديري بها الكوماج. ف كنشوفوا هاد لي كوماج كاع اللي عطيتكم فهما كما قلت لكم طبيعيين جدا، يعني ما عندهمش شي تاثير سلبي على البشره. كديروهم لمده، يعني كنبقاو كنقوميو البشره ديالنا لمده 2 دقائق حتى 3 ديال الدقائق، من بعد كنغسلوهم وكنشوفوا البشره ديالنا انها ولات رطبه جدا. نبقاو مع القماش الاخير اللي هو ديال المعجزات. هذا كيتباع، هو متواجد في جميع المحلات ديال التجميل، ما غاليش، الثمن ديالو ما غاليش بزاف. انا نوريكم الصوره ديالو. فالقماش اللي قلت لكم هو هذا، ما بغيناش نديرو الاشهار، ولكن هذا هو اللي كيعجبني انا. يعني هذا الا ما كنتش مساليه او لا راني مزروبه بغيت ندير قماش بشره ديالي، هذا بالفريز، الرائحه ديالو ديال الفريز يعني جميله جدا، يعني ما غاديش تسخاو به. وتمناو لو انه كان كيتكال، صراحه انا عجبني بزاف، الرائحه ديالو زوينه، في واحد الحبيبات كما كتشوفوا كنظن انهم كيبانوا لكم، هاد الحبيبات يعني خفاف ضراف على البشره، ما كياديوش وكيخلي البشره رطبه جدا. هذا يعني بالنسبه للمحكازات اللي ما قادرينش انهم يديروا القماش في البيت، هي بصراحه حاجه طبيعيه احسن، ولكن يعني كحنا كنعطيو بديل لكل واحد والظروف ديالو. هذا بالنسبه لي انا كنديرو بعض المرات ملي كنكون مزروبه كنديرو البشره ديالي. واخده واحد اخر كبير، هذا بالنسبه لهذا ديال لافوكا، هذا كنديرو للجسم ديالي، يعني هذا صغير كنخليه غير بشرة ديال الوجه، وهذا كنديرو للجسم ديالي، هذا كديه معايا للحمام. كما كنشوفو هنايا راه ديال فرنسا، ما عرفتش اش كيبان ولا ما كيبانش. المهم هذا ديال لافوكا حتى هو كيما كنشوفو راه فيه الحبيبات، فيه الحبيبات بحال الفريز. كما كيبان لكم الرائحه ديالو حتى هو غزاله، ما تخاوش به. ومهم هادو هما انا اللي كندير ملي كنكون مزروبه، يعني ماشي دائما، يعني كنفضل انني ندير ديال لي غوماج طبيعيين، من الاحسن كنفضل انني ندير لي غوماج طبيعيه. وهادو كيبقاو غير يعني غير مرة ماشي دائما. والرائحة ديالو كيما قلت لكم زوينة بزاف، بالنسبة لافوكا ولا بالنسبة للفرايز، وفيه بزاف ديال الانواع، فيه ديال الرمان، فيه المهم بزاف، يعني نتوما الا مشيتو سوبر مارشي او لا محل ديال بيع مواد جميلة راه غادي تلقاوهم. الثمن ديالو ما غاليش بزاف، يعني الثمن ديالو رخيص. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نكون انني فدتكم وتكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. كنتمنى نكون انني وصلت الميساج للبنات اللي كانوا كيسولوني، ساره بغينا لي قماش طبيعيين ولي قماش نشريوهم. نتمنى يكونوا كيشاهدوا هاد لا فيديو ونال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه الا كنتو مازال ما اشتركتوش، واذا كنتو اشتركتوا عجبكم لا فيديو ما تنساوش لي نجم وبارطاج مع اصحابكم واحبابكم. خليتكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.